دودا هندودا انت تعملي ايه؟ انت جيتي هنا تعملي ايه دودو؟ هندودا انتو عارف يا صالح لو وقعت حاجه من اللي معاك دي على الكرسي انا هعمل فيك ايه؟ ها؟ يا دودو دودو يا دودو انا احبك انا احبك هي دخلت تستكشف الشقة اصلا يا دادا لاحي لاحي صباح الفل قلبه يا خلوتي عسل يا خلوتي عسل ايه ده ايه رياكشنات دي على الصبح صباح الخير يا ندو الشعر المنكوش ده بتاع الصبح بتنت النهارده هادي لو شفتيها امبارح على صاحب النوم ومش عارف والله العظيم عارفه اوصف لك شكلها عامل ازاي شعرها ده كان قد كده ايه ده هنوده في ايه هنوده في بنوته تصحى من النوم اللي تقولها ميه خلاص بيرجع طبيعي تاني ايه هنوده ده هنوده في حد يصحى من النوم شعره مفركش كده هنوده ايه انت كنت سهرتها دي كمان انت يا بنت ردي عليا في حد يصحى من النوم شعره مفركش كده بنت ها اوبا يلا اوبا اوبا يلا ايه لولو ضاعت لولو نهار لولو ضاعت مين الجزمة؟ لا لولو بقى ذات نفسها اه نعم صباح الخير يا مكة حشتيني يا كوك حشتيني خالص والله قولي والله ايه نعم بصي بصي الشرب بتاعت الاندومي الشرب بتاعت الاندومي مش بتاعت الاندومي بتاعت المكرونه الصوص الابيض اصلا بس زي الاندومي كده زي الاندومي حلوه يعني طب الف هنا الف هنا قولي هشربه زي لبن هشرب اكاوي اه طب ما تشرب لبن احسن يعني ايه الدماغ دي ماشي براحتك لازم تشرب ملح لا مش لا صعب بس مركز مسح بقه مسحت بقه مسحت طيب كان عنده قشره فقلت له حتما نديله تعالى فايه عمل القشره صح؟ صح يا زين صراحه شربت ولا لا؟ صراحه شربت ولا لا؟ صراحه من غير كده شرب؟ لا بس هو اكننا بنلعب بس هو دقى بصراحه فما عجبتوش شربت صح؟ أنا عارفة إن يزن ما يكذبش عليا أبدا مهما كان. بس أنا شربت من هنا وبتشرب من هنا. ماشي ماشي أحسبكم معايا بعدين يا الجزم الكليب. حشتيني يا قلبو ماما قلبو عملت جدو 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 هو جدو من بعيد من بعيد عشان جدو من بعيد جدو دي شكرا الجمال ده هو هو لا دي غزل يا بابا كانت لا كانت متعلقه فيها امي غزل واحده بس يا لا يا بابا مش فاهم كانت متعلقه فيها امي فهي كانت لابساها عشان كده اه والله في العمره بابا يقول لها ايه البت زوز وتقول له احنا في العمره حرام طب طب غزل انت ايش وقري انت ايش وقري لا يا زن يلا انت ايش وقري يلا معيان اخيرا اخيرا رجعنا للفطار بتاعنا لا ما بحبهاش لا بصي انا بقولك مفتاح العلبه لا دي احلى بقى هدوق بحب اكلها مع الفلافل جبنه صح مع الفلافل افتحي الفلافل كده سلمى شوفها معلش شنو وحشتني اه لا دي ريحتها جميله قوي اخيرا هناكلوا فلافل ايوه بنت هند يا بنت الله ماي جاد لا بتجيني سندوتش بسرعه هات هنا يلا بينا انت بتعيشي انا جعانه جعانه جدا حياتي لله على قلبي على الضحكه اللوم وصلي على النبي يا ناس اللوم وصلي على النبي كلهم يحبوك اه سبحان الله اللوم وصلي على النبي لحي الحلوه الضحكه الحلوه دي بصي اضحك ازاي ثواني بصي اضحك ازاي انت يا بت
انتي عارفه ان انا بصورك، انتي عارفه ان انا بصورك يا قلبه، عارفه ان انا بصورك. استني يا غزل، من يوم ما اتولدت انا بصورك. حاجي يلا يا حاجي يلا، انت حاجي يلا يا روح قلبي. ايه ماشي لما تقعدي. شافت امنيه واحنا في العمر الفيديو اللي هي منزلاه وهي شالتها، اشمعنى امنيه يعني؟ ما امنيه صغيره يعني، اشمعنى؟ بصي بصي اضحك ازاي، بصي اضحك ازاي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. فيروز، لا فيروز، فيروز حلوة. بتضحك ازاي؟ مركزه مركزه حياتي. السلام عليكم، السلام عليكم صاحبي. مش عارفه اتكلم يا ناس، حد يرجني، حد يطلعني، يرجني من جوه. لا جايب لكم حاجه حلوه. عندي عندك تحبهاش؟ لا هذا بس عارفه ايه، هي حلوه بس اللي بيقفلني منها عسلها كتير قوي. لا 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 لا، دي جميله طعمها حلو قوي. وهي بكل فوطة غلط. ايه بكل فوطة غلط، تاكل فوطة غلط. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك. ايه يا دي صفه دي ايه؟ اراسيا. ايوه صح، برقوق. ما هو البرقوق اراسيا، يبقى انا قلت برقوق. خلاص هرجع برقوقه، برقوقه. ايه وده كمترا، دي كمترا. جوافه مين يا ريت؟ كمترا كمترا. فيش جوافه، فيش جوافه ماما. كمترا هو ده اللي جوافه. يا نهار اسود يا بنت، لا ده تين، ده تين اللي هو التين ده، تين اصلا. اه دي جوافه دي، يا كمترا جنبي. انت كمترا ومش مش 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 تحت اللي لونه برتقالي. ده اللي عايز مش 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 اهو. انت مش عايزه يا حياتي، تعالي تعالي وريني يا حياتي عجبت. طب استني، طيب استني، طبعا دري ده، استني عدل هيلك، استني تعالى. ايه الحلاوه دي يعني؟ ايه الامر ده؟ الادم بيأذن، الادم بيأذن، الادم بيأذن. سكيورتي فرجين، خد خد يا بنت. قال لي خليك هنا، روح المدرسه، روح المدرسه. ايه ده؟ في حد بيدخل المدرسه كده؟ ما عنديش هدوم، اعمل ايه؟ ما عنديش هدوم. اما انا جبت فلوس بتاع المدرسه ازاي؟ لا انا عادي يعني، كان معانا فلوس وخلاص. الاذان، انت وهي عماله يقول الاذان الاذان الاذان. بصي فيروز، وريني يا روز القمر، الحلاوه دي. فيروز فيروز الحلاوه دي يا فيروز، فيروزه القمر ده، الحلاوه دي عسل عليكي والله. يا عم الظابط، الاداب بيقدم، المفروض تقعدهم. عادي عادي، المفروض تقعدهم ساعه الاداب. يلا قعدهم بقى ساعه الاداب. يلا بعد الاذان هتكلم خلاص. في ايه؟ يلا حبيبتي، يلا حبيبتي. بصوا صالح يا جماعه، اللي يشوفه يقول ان امه ضربان. بصوا بصوا، تمسك التليفون ده وتقعد تغسل ايديك الاول. طب ما تجيب لي تليفونه من فوق يا سلمى. جيب لي تليفونه من فوق. تعالى يا صالح، عايز ايه؟ تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى. طب قوم تعالى. طب تعالى، انت كده وسخت دوب المدرسه، تعالى. طب تعالى طيب. وعايز يكلم حوده يا سلمى؟ اه هتشتكي لحوده؟ اشتكي لي انا. طب اشتكي لي انا. سلمى عملت لك ايه؟ خلاص ايه، عايز حوده معلقت؟ ثواني خلاص، مالكيش دعوه يا سلمى، لو سمحتي بصالح خالص. سلمى عملت لك ايه يا صالح؟ تليفون؟ طب ما تعيطش خلاص، خلاص اضربها لك، اضربها لك، اضربها لك سلمى. طيب بصي بقى يا سلمى، مالكيش دعوه بصالح تاني يا سلمى، يا وحشه يا ياكي يا وحشه. ده بص الفرح اللي هو خلاص عدى كده. خلاص يا حبيبي ما تزعلش يا حبيبي، لحد ما يجي حوت. حاضر، هنطلع بس اجيب لك تليفونك من فوق. اطلع غير هدومك وهات تليفونك وانزل. اقول لك كيش، سيبيه سيبيه يا سلمى، سيبيه خلاص. ايه ده؟ هي الهدوم اتوسخت خلاص، كده كده تتغسل. صح يا صالح؟ لا لا لا،
ايدك ولا عارفه تكون جنبك.